السلام عليكم ورحمة الله اخوتي اخواتاتي، ربي يسهل عليكم وربي يسر لكم وربي يصاوب لكم وربي الهلا يحرمكم، بيت ربي الهلا يحرمكم من هاد الكعبة المشرفة، بيت ربي ان شاء الله ديروا اليد في اليد وتدوروا. هاني مشيت ندير العمرة ديال طرامة ديال ميلود ان شاء الله، راني درتها وراني دعيت معاكم في المدينة المنورة في مسجد النبوي ومقام الرسول عليه الصلاة والسلام وفي الروضة الشريفة، راه ربي يحسبي المشاهدين ديالي، وهاني كندعي معاكم من الكعبة المشرفة، جيت كندير العمرة ديالي كندعي معاكم، والعهد اللي بيناتنا المشاهدين ديالي هو هاد الكعبة، والله عمرني ما نتخلى عليكم، واللي حطيتها لكم راه هي ما تكون الا عالي جرامة، ما نغدركم هالعهد اللي بيناتنا المشاهدين في الكعبه المشرفه، راه ماشي سهل بنادم يعطي العهد، ها العهد المشاهدين، الله حطيت لكم شي وصفه راه كنحطها لكم متوقعه منها، وبيت ربي كتقولوا دعي دعي معنا الحاجه، بيت ربي يشافيكم وبيت ربي يعافيكم، هذاك راه هو اللي كيبان تمايا، راه الا شفتوا مزيان مقام ابراهيم هنا الحجر الاسود، هنا هي الكعبه المشرفه، هنا بر الساعه الحرم المكي، شوفوا تبارك الله الله يحرمكم والله لا يحرمكم يا ربي، اللي مريض الله يشافيه يا ربي، اللي عنده كربة الله يحلها عليه يا ربي، اللي عنده وليد مريض الله يشافيه ليه يا ربي، اللي عنده والديه ميتين الله يرحمهم ويوسع عليهم ويرزقهم الفردوس الأعلى من الجنة يا ربي، اللي عنده والديه حيين يتهلا فيهم الله يطول لهم العمر ويشافيهم وينجيهم جميع الأمراض يا ربي، يحفظكم يا ربي يستركم المشاهدين ديالي، وانا مزوقه فيكم وفي الله فين ما تحطوا في هذا الفيديو انا مزوقه فيكم، الى ما صيفطوه للناس ياخذوا هاد الدعوات، انا راه ماشي على الفلوس ولا على جيم ولا على ابوني، راه المشاهد ديالي ملي تنجينا لهذا المقام تنجي لهذا المقام راه كنشبع وتنقنع، وزيدونا راه ديما شبعانه وقنعانه وفرحانه بالايمان، وفي الايمان قوي يا انا اخواتاتي، انا مجاوبه فيكم الى ما عطيوه للناس يسمعوه حين دعوت هذا المقام، لا طول اللي عنده خو اللي عنده خط اللي عنده حد مريض، انا مزوقه فيكم وفي الله وهاد الكعبه وهاد العهد اللي عطيتكم، الى هاد الاوديوم اللي يطيح فيكم راه طاح فيكم الخير وطاح فيكم الخمير وطاح فيكم التيسير وطاح فيكم الرزق وطاح فيكم الشفاء تاع الله، عمر الباب ما يحل يتسد عليكم، وعمر النهار الخايب ما تشوفوه لا نتوما لا وليداتكم، هاد المقام هذا راه هو المشاهدين ديالي تنهضر وما تنهضرش، هاد المقام هذا راه احسن بقعة على وجه الارض واحسن ارض كتوطى فيها برجيك فين وطى الرسول عليه الصلاة والسلام، راه الناس عندهم الاموال طائلة عندهم الاموال طائلة وعندهم الدنيا طائلة وما عمرهم ما جاوش لهذا المقام، وانا تنزوق فيكم المشاهدين ديالي الصغيرين والكبيرين وليد بنيه ومراه شاب شاب شايب با خالي عمي خويا ولدي زار، اللي لقى هذا الفيديو يرميه للناس، انا راه بغيت لكم الربح، انا بغيت ربي ما يحرمكم من هذا المقام، نتوما وليدات وليداتكم، وبغيت ربي انا يعطيكم الرزق من الباب اللي لا تحتسبوا، وبغيت ربي اللي عنده شي امنيه وقرا هذا الفيديو ورسلوا لشي واحد اخر، بغيت ربي يقضي ليه الامنيه ديالو، عنده وريقات الله يقضيهم ليه، بغي يخرج لبرا الله يسهل عليه، بغي يتزوج الله ييسر ليه، بغي يدخل الخدمه الله ييسر ليه، وبغي يقرا وينجح الله يلحقوا الامنيه ديالو، وبغي يدير مشروع الله يوفقه، عنده حبيبه كيبغيها بنيه كيبغيها وتتبغيه الله يوفقهم على الزواج الحلال المطيب، ويجيب لهم رزق التيسير ويرزقهم الرزق من الباب اللي لا يحتسبون، ويعطيهم الدرية الصريحة ويغنيهم الله بفضله وإحسانه، والمشاهدين ديالي
والغزالات ديالي والحنينات ديالي انا مزوقه فيكم، ولا لحق لكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليه، وما تبخلوش عليه، انا مزوقه فيكم. اللي طاح وتشورش فيه ما يبخلش عليه، ما يبخلش عليه، يفشفتو الخوت والحباب والناس والجيران ويرميه فين ما. والله انا يقسم لك بالله، وهاد الكعبه المشرفه رانا راه ماشي على الفلوس ديال القناه ولا ابدا 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 ابدا، انا راه خاسره رزق كثير واموال طائله باش لحقت لهاد الكعبه. الله ينعل بو الفلوس وبو المال وبو حتى حاجه. والله العظيم حنا هاد المقام هو فضل، هو راس المال. انا بغيت هاد الدعاوي ما يقفوش، تمحنت عليهم وسهرت عليهم في الطياره وتكرفصنا وتمحنا وبزاف وبزاف، ماشي ساهل. بغيت هاد الدعاوي ما يبقاوش خامرين وما يبقاوش ناعسين وما يبقاوش في القناه، ما يمشيوش بيت الناس يستافدوا منهم ومن هاد الدعاوي. حيت اللي قرا هاد الفيديو واللي شافو راه عايربح وعايجيه التيسير وعايجيه الرزق اللي ما عمرو ما شاف. كان عهدكم ها، تنعهدكم في الكعبه تتشوفوا الرزق اللي ما عمركم شفتو، تنعهدكم في الكعبه المشرفه وفي الله تبارك وتعالى وفي مقام الرسول وفي مقام ابراهيم وفي الاحجر الاسود. هذا راه دعوت هذا المقام لا راه لا ترد، دعوت هذا المقام لا ترد، دعوت هذا المقام لا ترد. وفو تبارك الله الصفا والمروه من فوق، ما هذوك الفوق فين تيبانو هذوك القاوس تما الصفا والمروه. ها انتم المشاهدين، ها المشاهدين ديالي شتيه، ها الصفا والمروه تما. الله يسهل عليكم والله يجيب لكم التيسير، والله يجيب لكم، والله يشافيكم والله يعافيكم. واللي عنده شي امنيه تحقق، تحقق في اقرب وقت، في اقرب وقت. وكان عهدكم الى ما تقدات هالقناة عندكم وقولوا لي الحاج نعلط الله عليك، حيت هذا المقام دعوته لا تراد، لا تراد دعوت هذا المقام، حاشا حاشا معاذ الله. هذه هذا الحرم المكي، هذا برص الساعة، لا تراد لا تراد لا تراد لا تراد لا تراد لا تراد. داكشي انا باش كان عهدكم وتنقول لكم ما توقفوش. انا مزوقه فيكم، انا مزوقه فيكم، انا مزوقه فيكم، انا مزوقه فيكم، انا مزوقه فيكم. المشاهدين ديالي الله يسر لكم، انا مزوقه فيكم ما توقفوش. الله يسر لكم، الله يسر لكم، الله يسر لكم، والله يرحمكم حتى الظروف. هذا المقام اللي احسن بقعه واحسن مقام على وجه الارض.